السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في قناتكم أنا المحترف. قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم جديدنا إن شاء الله. اليوم في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية ربط حساب أمازون كي دي بي ببايونير. شرحت مسبقا كيفية التسجيل في أمازون كي دي بي وشرحت أيضا كيفية التسجيل في بايونير. اليوم إن شاء الله سأشرح لكم كيفية ربط حساب بايونير بأمازون كي دي بي. أول خطوة ستقوم بها هو التوجه إلى أمازون كي دي بي، ستقوم بالدخول إلى الحساب الخاص بك، ثم قم بتغيير اللغة إلى اللغة الإنجليزية. بعد ذلك ستقوم بالضغط على Your Account، ثم بعد ذلك ستقوم بالنزول إلى الأسفل وستجد هذه العبارة، يعني لتلقي الدفعات الخاصة بك Getting Paid. هنا كما تلاحظون أنا يعني قمت مسبقا بربطه، سأقوم بحذفه يعني من أجل الشرح. أضغط على Yes. أنتم ستظهر معكم هذه العبارة، يعني هنا يعني ما هو البنك الذي تتعاملون معه، يعني ما هو البنك الخاص بكم أو البنك الذي تتعامل معه كما تلاحظون. بما أننا نتعامل مع بايونير سأختار هنا United States. بعد ذلك ستظهر معي مجموعة من المعلومات التي يجب إدخالها في هذه الخانات. من أين سأحصل على هذه المعلومات؟ سأحصل على هذه المعلومات من بايونير. ستقوم بالدخول إلى الحساب الخاص بك في بايونير وقم بتغيير اللغة إلى اللغة الإنجليزية. بعد ذلك تأتي إلى Receive، ثم تقوم بالنزول إلى هذه العبارة Global Payment Service. بعد ذلك ستظهر معك ثلاث حسابات معتمدة بينها اليوكي والجابون والولايات المتحدة. سأقوم باختيار هذه العملة account، وكما تلاحظون هذه هي المعلومات التي يجب إدخالها في هذه الخانات. بالنسبة account holder name، يعني هو ما هو صاحب اسم صاحب الحساب، يعني الاسم الخاص بك. هذا هو الاسم الخاص بنا beneficiary name. ستقوم بنسخه وستذهب إلى أمازون كي دي بي وتقوم بلصقه على هذا الشكل، وهنا ستتركها checking. وبالنسبة للأكونت نمبر، أكونت نمبر يعني رقم الحساب، ستقوم بالذهاب إلى بايونير وستبحث عن account number. هذا هو account number رقم الحساب، ستقوم بنسخه أيضا والذهاب إلى هنا وقم بلصقه هنا وقم بإعادة لصقه هنا، يعني ستقوم بلصقه المرة الأولى هنا والمرة الثانية هنا. بالنسبة للروتين number، هذا هو الروتين number EPA، ستقوم بنسخه أيضا والذهاب إلى هنا وقم ب لصقه هنا على هذا الشكل. بالنسبة للاسم، اسم البنك، اسم البنك هذا هو الاسم البنك بنك نيم، بنك نيم ستقوم بنسخه والذهاب إلى أمازون كي دي بي وقم بلصقه هنا على هذا الشكل. بعد ذلك كما تلاحظون قمت كما تلاحظون هنا اسم صاحب البنك الذي تتعامل معه، ثم اخترت هنا يعني قمت بلصق الاسم الخاص بي. هنا تقوم باختيار تشيكن، وهنا تقوم بكتابة رقم الحساب، وهنا اكونت روتين نمبر، روتين نمبر، وهنا الاسم يعني اسم البنك، اسم البنك. هنا يعني ممكن يعني إذا أردت مثلا أن تعرف ما هو الأكونت نمبر، ما هو الروتين نمبر، تقوم بالضغط عليها ويعطيك يعني الشرح خاص بها. هنا أيضا يعطيك الشرح خاص بها، تضغط هكذا ويعطيك الشرح الخاص بها. إذا مباشرة بعد ذلك تقوم بالضغط على Add،
على هذا الشكل. بعد add تقوم بالنزول إلى الأسفل وتضغط على save هكذا. إذن هذا هو الشرح بكل بساطة، شرحت لكم كيفية التسجيل في بايونير وشرحت لكم كيفية التسجيل في أمازون كي دي بي. اليوم شرحت لكم كيفية ربط بين الحسابين، حساب أمازون كي دي بي وحساب بايونير. بالنسبة كنصيحة يعني لا تفتح حسابين لا في أمازون كي دي بي ولا في بايونير لكي لا يتم حظر الحساب الخاص بك في بايونير ولكي لا يتم حظر الحساب الخاص بك في أمازون كي دي بي. يعني حافظ على الحساب في أمازون كي دي بي وحافظ على هذا الحساب في بايونير من أجل تلقي الدفعات الخاصة بك يعني بدون أدنى مشكل، لأنه إذا فتحت يعني حساب في بايونير حساب آخر يعني حسابين في نفس يعني في نفس المتصفح سيتم حظر، إما سيتم حظر الرصيد الخاص بك أو سيتم حظر الحساب الخاص بك، يعني سيتم تعليق الرصيد أو سيتم حظر الحساب. وكذلك الأمر في أمازون كي دي بي، لا تفتح حسابين في أمازون كي دي بي، وإذا قمت بفتحه مرتين بالخطأ فقم بمراسلتهم وقل لهم أن يعني أن يقوموا بغلق أحد الحسابين يعني وسيتم إغلاقه. إذن هذا، أتمنى أن أكون قد أزلت اللبس عن هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.